السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. لكم وحشة والله، من زمان ما سوينا فيديوهات وانشغلنا شوية كذا، فالله يجمل حالنا وحالكم إن شاء الله. يا شباب، رحم الله الشيخ صادق الأحمر. الكثير من الإعلاميين والكثير من المشاهير والمشايخ وكبار الشخصيات عزوا في الشيخ صادق ابن عبد الله الأحمر رحمة الله عليه، ولكن يا إخواني موجة غضب كبيرة جدا جدا واستياء في أوساط بعض اليمنيين، عبارات غير لائقة ودعاوى ومدري إيش، وأنتم وجالسين يتكلموا على شخص قد مات، شخص انتقل إلى الدار الآخرة، شخص بين يدي ربه. يا إخواني الموت ما فيه مزاح ولا فيه كلام ولا فيه أي شيء، الموت مقدس، فهمتوا؟ فمهما أخطأ الإنسان في حياته ومهما سوى ومهما فعل، إلا أنه إذا مات وانتقل إلى الله فإنه لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن تسبه أو أن تتنمر عليه أو أن تتذمر أو أن تذكره بشيء. نعم، ذكر الموتى بسوء أعمالهم قد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. ولكن يسأل الله لهم العفو والمغفرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة رضي الله عنها: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. حتى أن بعض المشايخ يقول لا تسبوا الأموات حتى من الكفار واليهود والنصارى الذين قد ماتوا، لا تسبوهم، ولكن إذا جئت تذم أو جئت مثلا تحذر أو تنصح فإنك تقول ما بال أقوام. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذكروا محاسن موتاكم وتغاضوا عن مساوئهم، فإن هذا حديث غير صحيح كما ذكره الإمام البخاري وقال أن فيه رجل منكر الحديث. هذا الحديث غير صحيح، وإنما الحديث الصحيح الذي ذكره الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وأنا هنا أحبتي أود أن أقدم نصيحة لجميع إخواني اليمنيين ولجميع الأطياف في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب. واحد مات وانتقل إلى ربه، يا أخي ما عاد فيش داعي أنك تذكر، خلاص. أنت إذا أردت أن توجه سهامك وجهها على الأحياء وانتقد الأحياء، وحتى انتقاد الأحياء يجب أن يكون انتقادا إيجابيا، انتقادا سلسا. لا تتكلم على شخصية الرجل، لا تتكلم، لا تسبه نفسه، إنما تتكلم عن أعماله مثلا في السلطة، في الإدارة التي كان فيها، في العمل الذي كان يعمل به. أما الشخصيات والقبائل والأشخاص فهذا لا يجوز أبدا أن نتكلم عليهم أو أن نذمهم أو أن نذكرهم بسوء. أخواني المعلقين عقلوا، اجمعوا دومان وصلوا على النبي محمد، خلاص يا أخي. واحد يقول لك مدري إيش، واحد يقول لك مدري إيش، وأنتم متعاونين وأنتم متواطئين، هؤلاء فعلوا هذا كل الكلام انتهى، كل هذا الكلام انتهى يا أحبتي. الرجل بين يدي ربه. أسأل الله أن يرحم الشيخ صادق رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يرحم موتانا وموتاكم، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يعفو عنهم فيما قدموا وفيما فعلوا. رحم الله جميع موتانا وموتى المسلمين، ونسأل الله لنا ولكم وللجميع الهداية. ولا تزعلوا من هذا الكلام، هذا الكلام الحقيقي وهذا الكلام الواقع والذي يجب أن يقال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.